بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم يا شباب إن شاء الله في الدرس رقم 26 معانا في كورس فيرلايت أوتوميشن 8. الدرس ده إن شاء الله هنتكلم فيه على الـ ABX Actions. هنتكلم في الدرس ده إن شاء الله على الثلاث حاجات الرئيسية: إزاي ننشئ الـ ABX Action نفسه، وإزاي نستخدم فيه الـ Polyglot Gullibility، وإزاي نحدد الـ Enter Point على الـ ABX Action عشان يملاها أوتوميتد. زي ما قلنا يا شباب إن الـ ABX Action ده موجود جوه انسايد الكلاود اسمبلي. لما نفتح فيرلايز اوتوميشن بيفتح معانا مجموعه من البوينت الاساسيه. في عندنا كلاود اسمبلي والكود ستريم والسيرفيس بروكر، وعندنا طبعا الاوركستريتور زي ما شرحناه في الدرس اللي فات. طيب انا عايز اخش على الاي بي اكس اكشن، انا بخش جوه الكلاود اسمبلي نفسه وبلاقي فيها الاكسسبيلتي لايبرري، وبعدين جواها اكشنز ونيو اكشن اوريها لكم ازاي. زي ما انتم كده شايفين يا شباب احنا دخلنا اهوت على الفيرلايز اوتوميشن. اول ما عملت لوجن ظهر عندي الكلاود اسمبلي والكود ستريم والاوركستريتور والسيرفيس بروكر والمايجريشن سيستم. لكن انا هنا لو دخلت انا عايز اخش على الاي بي اكس اكشن نفسه ملوش حاجه هنا، لكن انا بدخل جوه الكلاود اسمبلي، وجوه بعد ما ادخل جوه الكلاود اسمبلي بلاقي هنا عندنا حاجه اسمها اكسسبيلتي، وجوه الاكسسبيلتي بلاقي الايه الاكشنز اهيت واقدر عليها اشوف الورك فلو والحاجات بتاعتها. تمام، او تحت اللايبريز هنا الاقي ايه الاكشنز وابدأ انشئ من خلال هنا اكشن جديده زي ما انتم شايفين. تمام، طيب يا شباب لما ننشئ اي بي اكس اكشن اول ما اعمل له كرييت يقول لي طب النيم بتاعه ايه والديسكربشن بتاعه ايه، وهتعمل لازم تختار البروجكت. يعني شبيه شباب جدا بالموضوع الكلاود تمبلت، لما اجي اعمل كريت الكلاود تمبلت يقول لي الفيرجن ويقول لي البروجكت فين، تمام، والنيم بتاعها، فيقول لي انت تستخدمه على انهي بروجكت. ليه هنشوف دلوقتي يا شباب؟ لانه بيستخدم الريسورسز اصلا. يعني الاي بي اكس اكشن ده بيشتغل ك كونتينر يعني جوه الفيرلايز اوتوميشن نفسه. هنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي. اول ما ابدا يقول لي ايه انت عايز تعمله شير ولا لا؟ لو انا عايز اعمله شير، وبعدين بعد ما بضغط نيكست بيجي لي الصفحه ديت، وهنا بقى بيبقى كل الشغل بتاعك. هنا اول حاجه زي ما احنا قلنا شباب عندنا اكتر بلغه برمجه، وهنا بيكون الكود الرئيسي بالنسبه لي في الاكشن اللي انا عايز اعمله. وعندنا مثلا هنا المين فانكشن، النيم بتاع هنا النيم تشينج، ممكن نغير اللي هو نفسه ده، ونقدر نعمل اي ابديت هنا. اقدر اشوف ايه هنا تاني، اقدر اشوف زي ما انتم شايفين هنا الفيرجن بتاعتها والسبسكريبشن يعني مستخدمه فين. يعني لو استخدمتها مثلا في اكثر من حاجه يقول لي عن مرات الاستخدام للاكشن ده. وهنا الرنز يعني دلوقتي دي اشتغلت مرتين دلوقتي على الاقل، او عدد المرات اللي اشتغلت بيها. تمام، وهنا طبعا اسم البروجكت بتاعنا والسكريبت بتاعنا. تمام، طيب يا شباب ده بالنسبه للمين فانكشن. خلينا نشرح دي شويه بتوضيح اكتر. بالنسبه لنا الويزر دي بقى بنعمل فيها ايه؟ شايفين اول حاجه احنا قلنا اللي هو المين فانكشن ده النيم بتاعها الرئيسي، وتاني حاجه عندنا الفاليو النيم. الانبوت ده يا شباب هو اللي بيجي لنا من الفيرلايز اوتوميشن، فيقول لنا مثلا اللي هو لما عمل دبلوي لاوتوميتد لفي ار اي مثلا تمبلت واداها فيرشوال ماشين نيم، فالنيم ده انا اقدر احط الايه نيو نيم ده يكون جاي ليه منين؟ جاي من الفيرلايز اوتوميشن نفسه، واقدر اعدل عليه بالريسورس نيم اللي انا عايزه واحط النيم اللي انا عايزه. طيب ايه بقى موضوع الديبندنسي؟ الديبندنسي دي تفترض مثلا احنا قلنا الاكشنز ده ممكن يكون شامل زي كونتينر، ممكن يكون كونتينر او حاجه زي كده، فعشان اعمل له ران فلازم اعمل له ران على مكان معين. فالمكان ده يكون ايه؟ اون بريم، يقصد بيه طبعا الفيرلايز اوتوميشن نفسه، يكون بيلت ان يعمل لي ينشئ لي للكونتينر بتاعي ويعمل له ران عليه، فاختار اون بريم. في ثلاث خيارات ثانيين خلينا نشوفهم جوه اللاب نفسه هو، الا وهم زي ما انتم شايفين عندنا الاي دبليو اس لامبا ده اللي هو بيستخدم نفس الفكره، او المايكروسوفت اجور، او طبعا اون بريم. ماشي، اختار واحد منهم عشان يعمل لي ايه؟ لي فانكشن از سيرفيس. طيب ايه تاني بقى؟ ايه الحاجه؟ الحاجه المهمه قوي يا شباب ان احنا اثناء ما بنعمل الديبلويمنت ده انا محتاج، خلينا نوقف. طيب احنا قلنا عندنا الديبندنسي. الديبندنسي دي يا شباب انا هفترض مثلا انا هعمل ديبلوي سيرفيس لاكشن معين، الاكشن ده لازم يكون في مثلا يعني باكج بتاع الويب مثلا، فانا عايز ديبندنسي معينه دي تكون موجوده قبل ما تعمل ديبلويمنت ده، ففين احطها؟ فاحط الكود بتاعها هنا بحيث انه ينزل الديبندنسي ديت على الكونتينر نفسه قبل ما تنزل الحاجه بتاعتك. فهنا تحط الكود بتاعك. طيب هنا اقدر احط كاستم ليميت يا شباب. ليه بقى؟ لان انا مثلا اخترت على الاي بي على الاجور او اي دبليو اس، فهيختار ريسورسز، فممكن يفتح بقى بالريسورس بتاعته يعمل لي ايه كوست. فانا عايز بالنسبه لي لا باشا ده اخره كده، الليم بتاع مثلا 300 ميجا متر 300 ميجا بايت على في الميموري، والتايم اوت بتاعه بعد 240 بعد 600 بعد اكتر ثانيه اعمله تايم اوت، والا وريتري فيلد ولا ريتري فيلير ولا لا كده. المعلومات دي لازم احددها عشان ما افويد ان انا استخدم ريسورسز مش عايز استخدمها على الكلاود بالذات على البابليك كلاود يعني. طبعا بديهي يا شباب انا قبل ما لو انا هعملها على واحد من الخيارين هو بتاع اي دبليو اس او اجور، يكون لازم يكون مسبقا عملت انتجريت مع الاجور او الايه الاي دبليو اس عشان نعمل الاكشن ده. طيب يا شباب ده بالنسبه
للكود. طب خلينا بقى لو انا هخش جوه على الكود نفسه، انا عندي لما الاقي هنا بلاقي حاجه اسمها سكريبت، كده انا جيتها جوه اللاب. دلوقتي هنا يا شباب عندنا ايه؟ رايت سكريبت. فانا دلوقتي السكريبت اللي هكتبه اهوت موجود اهوت، اقدر اعمل رايت سكريبت ده، واقدر اشوف هنا ايه بقى الاوبشنز الثانيه عندي. عندي فلو مثلا، فلو ده بيقول لك مثلا لو انت عامل نستد، فعندك مثلا مين فانكشن وعندك اثنين ثلاثه نستد تحت المين فانكشن ديت بحيث ان يكون تابعين ليها، فانت تعمل المين فانكشن وبعدين تعمل فلو تقول له ده تابع لده، يبقى مثلا ده التشايلد وده البيرنت بتاع الفلو بتاعك، فده اللي هو المين فلو. طبعا الريست ريكويست، طبعا استخدام الريست اي بي اي ان اعمل انتجريشن الريست اي بي اي، واقدر اعمل انجكت لاي معلومات انا عايزها برمجيا تتنفذ عليا على اي حاجه من الريست اي بي اي. الريست بول لو انا عايز اسحب معلومات معينه، عايز اعمل عدد مرات الاكشن ده اتعمل قد ايه، عدد مرات كرييت فيرتشوال ماشين، مساحه الميموري اللي بتتغير معايا كل يوم قد ايه، فاي بول عايز اعمله اللي عايز اعمله برده من خلال ايه الريست بول. دي يا شباب عباره عن اي بي اي كود الناس اللي فاهمين برمجيا يقدروا يجيبوها، وطبعا السكريبت اللي احنا جواه حاليا انا جواه، واقدر اكتب هنا ايه السكريبت اللي انا انفذه هو الاكشن بتاعي. طيب يا شباب من ضمن الحاجات برضو الريست ده، انا بالنسبه لي هستغنى تماما عن الريست اي بي اي ده، انا بستخدمه تبع مثلا مايكروسوفت او جوجل او الناس اللي عارفه يا شباب البوست مان ده مثلا، ده من ضمن التولز اللي احنا بنستخدمها في موضوع الريست اي بي اي. فدي تولز كامله انا بنزلها عشان اعمل انتجريت مثلا، احنا استخدمناها حتى استخدمناها في الان اس اكس تي والحاجات دي، فاقدر اعمل انجكت لحاجه معينه او اعمل لها او اعمل بول ليها باستخدام التول ديت، فانا مش محتاج التولز اللي زي دي خالص. انا بالنسبه لي بما ان عندي الفيرلايز اوتوميشن، عندي الاي بي اكس اكشن، اقدر استخدم زي ما انتم شايفين هنا الايه البوست اهيت، كل الاوامر دي اقدر اعملها جوه ايه الاي بي اي ده. لكن انا جوه الفيرلايز اوتوميشن بقى استغنى عن التول دي خالص، واستخدمها من جوه الفيرلايز اوتوميشن من خلال يا شباب زي ما قلنا هنا السكريبت ده، ونقول له احنا عايزين نعمل ايه اللي هي بوست ريكويست او ايه بول ريكويست. والبول ده ممكن يخليش نحدد نقول له كل 10 ثواني انا عايز الميموري بتاعتي قد ايه، عشان في الاخر اعمل جراف مثلا واقول الميموري بتاعتي مثلا تتصاعد وتنزل او كده، واعمل منها شو او حاجه زي كده، فاقدر اعمل بول لمعلومات بالدقه دي زي ما انتم شايفين. طيب البول جولد بقى يا شباب زي ما احنا قلنا، احنا البول جولد ان فكره ان انا يكون عندي امكانيه ان انا اكتب الكود بتاعي بمجموعه من الاكواد زي ما انتم شايفين، البايثون والنودجز والباور شيل، واقدر اكتب الكود هنا باللغه اللي انا فاميليار بيها وعارفها، والفيلاز اوتوميشن او الاي بي اكس عشان يبقى فاهمها ويقدر ينفذها. طيب يا شباب عندي هنا من ضمن الحاجات جوه السكريبت نفسه، انا اضغط على لود تمبلت في حاله ان انا مثلا ما عنديش لسه فاميليار قوي من ان انا قاعد اكتب كود واضح جدا واقعد انفذ فيه اوامر معينه، فانا عايز اسحب تمبلت كود معين يكون بري كونفيجرد او كاستمايز جاي لي من الفيرلايز اوتوميشن، اقدر اعمل له لود تمبلت دي، تقول له مثلا عايز اعمل بس رينيم لو سمحت، فيقول لي ايوه عندي تمبلت اسمها رينيم، واقول له طب اخترتها، واقول له لود ويجيبها لي، ويبقى انا وقتها ايه جبت الكود ده بدون ما اكتب له لود برمجي كامل، يعني يكون حد مجهزه لي وحافظينها وعاملينها جاهزه، اعمل لها لود بس وانزلها لو انا لسه مش فاميليار قوي مع السكواد وكده. طيب يا شباب عندنا اللي بعد كده اللي هو ايه الباكجنج. الباكجنج دي فكره ان انا يكون عندي انا عملت المعلومه بتاعتي وحفظتها وجاهزه معايا كويسه جدا وتعبت عليها، فعايز اخد لها باك اب، عايز احطها مثلا احطها على في ار اي تاني، عايز اعمل الكلام ده زي ما قلنا في اوركستريتور، انا اقدر اعمل لها هنا ايه اكسبورت، بس هيكون الامتداد بتاعها هيكون زيب فايل، بعد اعمل لها اكسبورت حط في مكان معين، وبعدين اذا حبيت اعمل لها امبورت من او جايب واحده ثانيه من عند حد وعايز اعمل لها امبورت، بروح اقول له هات لي امبورت واعمل لها ايه امبورت تاني، واختار البراوز مكانها واعمل لها امبورت تظهر عندي واشتغل بيها على طول. طيب يا شباب اللي بعد كده بقى، انا عندي سبسكريبشن، لما خلاص انا جهزت الاي بي اكشن بتاعي وجاهز ازاي استفيد منه، لازم نروح على سبسكريبشن عشان ننفذ الاي بي اكشن اللي احنا عملناه. فبنروح نقول له عايزين نيو سبسكريبشن، واحنا قلنا يا اما نعمل حاجه اثنين اوبشن عندنا، يا اما نعمل كرييت كاستم ريسورس، يا اما كرييت كاتالوج ايتم ان سيرفيس بروكر عشان اقدر استدعي بيه الاي بي اكشن اللي انا عملته، او طبعا زي ما قلنا في نفس الكلام في الاوركستريتور ورك في الاوركستريتور. طيب انا باجي اعمل نيو سبسكريبشن، يقول لي النيم بتاعه والديسكربشن والكلام ده، وبعدين اقول له لو سمحت بناء على الشرط الفلاني استدعي لي الايفنت ده، فانا ما يقول مثلا اثناء الالوكيشن بتاع الكمبيوتر فيرجن نفذ لي الشرط الفلاني، نفذ لي الاي بي اكس اكشن الفلاني، فانا هنا مثلا عايز اقول له لو سمحت لما تيجي يعمل كرييت لفيرشوال ماشين معينه وانت بتديها ريسورسز، روح على النيم ديت على الاكشن ده، هتلاقي بيقول لك لو سمحت النيم اللي هيجي لك من فيرجن ميشن الغيه، خد النيم اللي انا مديه لك ده بناء على الرغبه اللي بتاعتي، وزي ما احنا شرحناه قبل كده في الايه في الاوركستريتور. هذا شباب ان شاء الله ده اللاب هننفذه حالا، ننشئ كلاود تمبلت ونخلي الاي بي اكس سكشن ننشئه، وبعدين نعمل سبسكريبشن بحيث ان هو ينفذ الرغبه بتاعتنا في ان هو الكلاود تمبلت احنا بنعمل لها ديبلوي يغير النيم بتاعها زي ما شرحنا في اللاب اللي فات، بس نعملها المره دي بدل ما هي على اوركستريتور هنخلي الاي بي اكس سكشن. طيب نقول الاول احنا ايه اللي شرحناه دلوقتي في الدرس ده يا شباب، ان ازاي ننشئ الاي بي اكس سكشن، وان ازاي ان عندنا اكتر من لغه برمجه بنطبقها زي البايثون والباور شيل. وطيب عندنا نقدر نحدد الانتري بوينت بتاع الاي بي اكس عشان بالنسبه لنا قلنا السبسكريبشن بتاعها. طيب احنا بالنسبه لنا شباب قلنا اهم حاجه في الموديول ده بحاله بالنسبه للاوركستريتور برايز والاي بي اكس اكشن
ان احنا عندنا ازاي نقدر نخلي الفيرولايز اوتوميشن يكون عنده الاكستنشابيلتي ان هو ينفذ اوامر على ثيرد بارتي تولز. فقلنا مثلا زي الفيم، قلنا باكب يعني مثلا ينفذ ينشئ جوب او مع حاجه معينه، فنقول لو سمحت لما تخلص الديبلومنت بتاعنا زي ما احنا قلنا امتى الاكشن بتاعنا امتى، نقول مثلا بعد، فمثلا الباك اب نقول له افتر ما تعمل ديبلوي للفيرتشوال ماشين ديت تقدر اعمل لها الاكشن. فايه الاكشن؟ بيقول لك ايه انيشيت ايه مثلا باك اب جوب ليها او حط لها سكادول تستخدم فلان، كل الكلام ده برمجيا. بس الفكره كلها ان انا اعمل انجكت او اعمل اكستنشابيلتي الفيرلايز ميشن يروح على الثيرد بارتي ينفذ الاوامر اللي هو عايزها ويرجع لي تاني. وقلنا برضه نفس الكلام عليه سواء الاوركستريتر او الفيرلايز او الاي بي اكسكشن. وانا طبعا الريلايز اوركستريتور بيعمل ايه؟ اوتوميت الانت اي تي بروسيسز. طيب ان شاء الله نشوف اللاب بتاعنا وننفذ فيه. طيب يا شباب اللاب بتاعنا هو اول حاجه نخش على الكلاود اسمبلي وننشئ تمبلت. تمام، فهنروح على الديزاين ونقول له عايزين نعمل هتلاقي عندنا الاي بي اكس كاستم اي بي اكشن اهو، عايزين ننشئ نعمل ديبلويمنت منها. الديبلويمنت ده عشان نستفيد منه في الاي بي اكس اكشن بتاعنا اهو، ديبلويمنت كل حاجه زي ما هو، بس احنا بعد ما انشاناها دلوقتي عايزين نعمل لها انبوت. فجوه الانبوت هنا نروح ننشئ لها انبوت جديده ونقول لها النيو انبوت ديت، بحيث نقول للفيرلايز اوتوميشن نعملها. فنقول له النيو كلاود تمبلت ديت، نقول له النيم والديسبلاي نيم بتاعتها والديسكربشن، وبناء عليه انه ده سترينج بس نقول له كريت. ايه اللي هيحصل هنا؟ نقول له يا باشا هيجي لك انبوت عشان النيم ده هو اللي هيروح على كاستمايز للفيرشوال ماشين. فنفترض احنا انشانا المعلومات ديت وقلنا له اهو النيم بتاعها اسمها ماشين نيم، وقلنا له host name for this virtual machine وسترينج، ده المعلومات كلها. فاللي انا هروح بقى على الكود هنا هلاقي من ضمن خصائص الفيرتشوال ماشين بتاعتي ان هو بيقول له الماشين نيم كاستمربيلتي هيكون في الانبوت. ايه الانبوت؟ بيقول لك لو سمحت حط النيم، دي اللي احنا عايزين نخلي ال بي اكس عشان ينفذه. طبعا يا شباب احنا الخطوات دي كلها احنا عملناها من الصفر في اللاب اللي فات في اللي هو الاوركستريتر، وطبعا هم الاثنين نفس النقطه، فمش هنغير حاجه، احنا نفس المعلومه بالنسبه لنا وصلت لنا. واهم حاجه ركزنا ان احنا النيم البروبرتيز بتاعتنا هنا ديت هي دي الظاهره، وقلنا على ان هو البروبرتيز ديت النيم بتاعها بدل ما يكون يظهر هنا هيظهر انبوت. زي ما انتم شايفين موضوع الانبوت ده يا شباب، لما يجي حد يعمل دبلوي يظهر له النيم زي ما قلنا كده كده، هيجي يعمل دبلوي هنا فهيطلب مني النيم بتاع التمبلت. انا هنا اديله نيم بس، انا عشان عملتها مره فاديله اثنين بس، اللي هو سيت كاستم مصري لو سمحت عايز احط نيم معين، ونقول له ده نقول له ديبلومنت ده عشان نعرف ريلايز انفورميشن يوز كاستم هوست نيم، تستخدمش هوست نيم اوتوميتد عندك. نقول له خد حط نيم معين كاستمايز، ونيجي نقول له نيكست، هيقول لي بقى ايه الانبوت بتاعنا هيظهر. شباب الانبوت بتاعنا اللي احنا حطيناه دلوقتي انشاناه، نقول لك الهوست نيم فور ذيس فيرتشوال ماشين هيكون ايه، انا اجبرتك تحط لي النيم ده هنا. فنقول له النيم. طيب يا شباب احنا مش هنغير اي حاجه في اللي حصل ده كله، احنا بس بنوريكم المعلومه ازاي، لكن انا بس كل بشير بوريه لك ان الانبوتس هنا هي اللي بتجبرني ان احط نيم معين من الفيرلايز اوتوميشن، ويكون النيم ده هو البروبرتيز. وقلنا طبعا لان الاي بي اكس اكشن والاوركستريتور ما بيجيبوش الانبوتس، ما بيجيبوش المعلومات الانبوتس، هم بيجيبوها من البروبرتيز. ليه؟ عشان كده احنا اجبرنا ان احنا نعمل انبوتس بحيث ان الانبوتس هنا لما يتضاف فيه نيم، النيم ده يجي هنا على الاي بي اكس اكشن ينفذ الانبوت ده فيحطه هنا على طول في البروبرتيز بتاع خصائص الفيرتشوال ماشين بتاعتنا. فاحنا بالنسبه لنا اللي يفرق معانا انك تعمل دي جاهزه دلوقتي وعليها الانبوت جاهز زي ما احنا عايزينه عشان نروح ننشئ الاي بي اكس اكشن، بس عايزين الكود بتاعها. قلنا دايما الكود بتاع الايه؟ ايديت عدم الفلميه، وبعدين 2 اف، وبعدين نبدا ناخد اللي هو الاي دي ده لحد هنا، ده الكود او الاي دي بتاع التمبلت الحاليه اللي احنا فيها، ناخده ونحتفظ بيه عشان نروح الاي بي اكس اكشن ننفذه. انا سخناه هنا، بعد كده عايزين ننشئ الاي بي اكس اكشن بتاعنا. فعشان ننشئ الاي بي اكس اكشن احنا مش هنطلع بره، احنا لسه نقول كلاود اسمبلي، هنروح على الاكسسبيلتي ونقول له احنا عايزين ننشئ اي اكشنز، ونيجي هنا نقول له احنا عايزين ننشئ. طبعا انا كنت انشات قبل كده واحد يا شباب هنا، فانا هنشئ واحد تاني ونسميه اثنين بحيث نشوف المعلومات عندنا بالظبط. طيب انا بنشئ دلوقتي الاي بي اكس اكشن، وانا بنشئ بقول له ان اول حاجه النيم، ثاني حاجه ان المعلومه يا شباب انا بنستراكت فيرلايز اوتوميشن تو يوز كاستم هوست نيم. انا كاي بي اكس اكشن هنعمل ايه؟ هقول للفيرلايز اوتوميشن لو سمحت ما تستخدمش النيم اللي عندك، انا هديك نيم معين تنفذه. فهذه المعلومه بس لازم على بروجكت طبعا، لانه قلنا هياخد ريسورسز فلازم يكون على بروجكت معين بنحطه مثلا على الفاينانس، ولو انا عايز اشيره مع كل البروجكت بحيث يستخدموا نفس الاكشن اقدره. وهنا بقى هيجيب لي المعلومات اللي انا اقدر. قلنا عندنا السكريبت والفلو والريست، وقلنا الكلام ده في الشرح، وقلنا اهم حاجه عندنا
هي المين فانكشن اللي هاندل ار هي نفسها الايه النيم بتاعها هنا، والديبندنسي والفانكشن اي سيرفيس نقول له اون بريم ولا اجور ولا كذا، وبناء عليه هيظهر لنا لو انا اخترت كاستم ليميت هيجيب لي المعلومات تحت هنا اهيت، ويبقى جايب لي الديفولت بتاعها وانا اقدر اغيرها، بس بدل ما هي 600 خليها مثلا ايه بس كفايه 4 دقائق وهكذا يعني. تمام. طيب احنا طبعا قلنا يا شباب احنا عندنا من ضمن الخطوات عندنا ممكن نستخدم اي لغه من اللغات دي، فخلينا نستخدم بايثون مثلا، واحنا عايزين نقول له لو سمحت موضوع اللي عندنا تمبلت خاصه بموضوع ان رينيم بتاع الفيرتشوال ماشين عندك، فنقول له تمبلت عندك، قال لي ايوه انا عندي واحده اسمها ايه رينيم فيرتشوال ماشين، نقول له دي ان اكشن تمبلت ويتش بروفايد ا واي تو رينيم ماشين زي الفل، وده اللي انا عايزه بالظبط، نقول له لود ولها فيرجن زي ما انتم شايفين اهو، فهينزل لك الكود كامل بتاعها. تمام. فانا بقى بالنسبه لي بس محتاج اغير حاجتين، فانا عايز المين فانكشن هاندلر ديت اغيرها للماشين نيم بتاعتنا. فانا مثلا يا شباب اول حاجه عايز اغير المين فانكشن هنا، فاغيره هنا الاول، اقول له انا عايز اخليه نيم تشينج واشيل الهاندلر ديت، فاقول له انا عايز اشيل كلمه الهاندلر واغيرها لنيم تشينج، تلاحظوا ان هي اتغيرت هي نيم تشينج، واقدر اخد نفس النيم تشينج ده واحطه هنا المين فانكشن هنا برضو، لان هو طبعا هو الاساسي بالنسبه لي، يكون نفس المين فانكشن هنا ونفس المين فانكشن هنا. طب يا شباب زي ما احنا قلنا احنا عايزين نغير حاجه هنا، فعايزين سطر 18 ده اللي هو نيو نيم، احنا عايزين الانبوت، فالانبوت هنا مش هنقدر، احنا قلنا اللي بيجي سكشن ما بياخدش انبوت بس بياخد بروبرتيز، فهنحط البروبرتيز، ايه المعلومات اللي هنحطها هنا فين اللي هي دي يا شباب؟ ان احنا نقول له سمحت النيم النيو نيم ده هيبقى بدل ما هو كده، جيب بس الكلاس اسمبل لو جبتها عشان اوريها لكم، انا عايزه يجيب لي اللي هو الماشين نيم انبوت ماشين، انا عايز اجيب له الماشين نيم كاستم بروبرتي دي احطها له بحيث ان هو يكون النيم بتاعه، ويبقى عارف ان هي بروبرتيز دي هي النيم بدل ما الانبوت، خلاص؟ فالانبوت بتاعنا هيكون في الاي بي اي سكشن يكون ماشين نيم كاستم بروبرتي هو اللي يكون هنا، فاكتب الايه المعلومه دي بالظبط بكي سنسيتيف زي ما قلنا عشان احنا عشان بايثون لغه برمجيه زي ما انتم شايفين كده بقى، فيها نيو نيم اللي هو اللي هيبقى نيو نيم هنا اللي هيجي لنا، اقول له يا باشا هيكون انبوت بالنسبه لك بتاعه كاستم بروبرتيز، والكاستم بروبرتيز هيكون ايه ماشين نيم كاستم بروبرتيز اللي هو هنا. انا باكد المعلومه بس دي ثانيه يا شباب، لان هو دي الاساس بالنسبه لنا، ان انا بختار كاستم بروبرتيز هنا هي دي اللي بتتحط عندي النيم ماشين نيم بالنسبه لي، ودي اللي هينفذه الاي بي اكس سكشن. تمام. فاحنا كده حطينا النيم المظبوط هنا، وبالتالي يا شباب ده الكاستم بروبرتيز ده النيم اللي هيجي اليوزر يكتبه، فانا اللي هستدعيه، عشان كده احنا هنعمل كاستم كاستم، فهو ايه هي دي اللي هيجبر الكاستم الماشين نيم كاستم بروبرتيز هياخده هو اللي هيحطه مكان التوميتد باي فيراليز. فاحنا كده خلصنا الكود بتاعنا، نقول له سمحت سيف، وبعد ما نعمل سيف نقول له تيست. تمام. سيت كاستم اوريدي اكزيست، احنا عايزين نشوف احنا غلطنا فين، زي ما قلت انا كده كده منفذ دي قبل كده فهنلغيها خالص، ولان الكود ده نفسه اللي مستخدم قبل كده في اي بي اكس سكشن تاني، هنقول له بما اننا دي حفظ ديسكارد، ونيجي هنا للاكشن بتاعنا الكاستم اللي احنا عاملينه قبل كده، نفتح اوبن، واحنا عملناه قبل كده ران يا شباب، بس احنا هنعمل له ران تاني دلوقتي نقول تيست، نلاحظ النون سي ديتيلز اهوت، ورينا ديتيلز، نلاحظ الكود بتاعنا اهو كرييتنج ودبلوينج بينفذه اهو. طيب انا عايز اشوف الكلام ده بقى بيتنفذ على ارض الواقع، فهنقول له لو سمحت نروح لنا نروح الكلاود اسمبلي اهوت، نروح على اكسسبيلتي، ونروح هنا على اكسسبيلتي، ونشوف على اكشن رانز اكشنز رانز، احنا المفترض يكون عندنا واحده بس احنا انشانا واحده فيلد دي قبل كده في الايام اللي فاتت، حاليا هي دي الوحيده اللي شغاله رانينج، هي دي اللي انشاتها امبارح ودي اللي بتشتغل حاليا معاكم اهيت، فبنلاحظ بنشوف المعلومات بتاعتنا الرانز اللي احنا شفناها كده، احنا انشانا الاكشنز. بعد ما ننشئ بقى السبسكريبشن ننفذ فيه الاكشن ده، من جوه على سبسكريبشن وهنقول له نيو سبسكريبشن وندي له نيم، وانا بنشئ يا شباب اديت له السيت كاستم هوست نيم يوزنج اي بي اكس، عملت رقم 2 عشان عملت واحده قبل كده، وهقول له ديسكريبشن ان هي ايه تشينج ذا هوست نيم ديورينج ذا ديبلويمنت، ديورينج ديبلويمنت اكتبها فين؟ اجيبها هنا اهوت، اقول له ايه ايفنت توبيك امتى انفذ الموضوع ده، هنقول له عايزين نبحث، اقول له ايه اللوكيشن اللوكيشن. تمام. عايزين نبحث يا باشا على الكمبيوتر، رحت فين؟ عايزين كمبيوتر لوكيشن، نجيبها تاني موجودة يا شباب، كمبيوتر لوكيشن، نقول له بروفيجننج وبري الوكيشن كمبيوتر ريسورسز، نقول له مظبوط هو ده احنا عايزينه الشرط بتاعنا، ادي اللي تشينج، نقول له كونديشن بقى، وجوه كونديشن هنا نكتب ايه اللي هو الاي دي بتاعنا، هنا الكود اللي كتبناه، بس هو عايز هنا الايه الاي دي اللي احنا عملناه في البلو برنت زي ما خدناه مع بعض، هنقول له احنا عايزين نجيبه، لحظه احنا كده كده واخدين الكوبي قبل كده، احنا شغالين في الايه الدبلمنت بتاعنا اهوت، وناخده كوبي، ده الاي دي بتاع الكلاود تمبلت اللي احنا انشاناها عملنا فيها الانبوت اللي هننفذ فيها موضوع كاستم هوست نيم، نيجي هنا نقول له ايوه انت عندك المملكه تقول بي ادي، طلعها بره الكود نظبطها
كده خلاص عملنا احبود الاي دي بتاعنا مظبوط، ونيجي نكمل نقول له احنا عايزين ادي الكونديشن بالنسبه لنا، وادي الورك فلو عايزين نضيف الورك فلو اللي احنا عملنا له اي بي اكس اكشن اللي هو سيت كاستم هوست نيم مظبوط، نقول له عايزينه، نقول له عايزين عندنا الايه الاي بي اكس اكشن ورك فلو بتاع الاوركستريتور، نقول له هي اللي هتبقى اي بي اكس اكشن، نقول له سيلكت يظهر معانا ادي هوت، ونيجي نعمل بلوكينج. قلنا شباب لازم موضوع البلوكينج ده عشان ايه ينفذ ده بس ويقف عليه، فلازم نعمل البلوكينج ده انيبل، وهو لازم يكون ماست بي انيبل، وانا بعمل اي بي اكس اكشن انيبل، ونقول له تايم اوت البريورتي دي تكون جاهزه، نقول له سيف كده. احنا عملنا السبسكريبشن بحيث ان يتنفذ معانا، طبعا هو هنا وظهر علينا رقم 2 زي ما انتم شايفين، وهي ابلي ابلكيشن واللي هو الايه الرننج اي دي ويس بلوكينج والايه السكوب ان البروجكت. تمام، نرجع للتمبل بتاعتنا كنا واخدين بتاع الاي دي اللي عملنا فيها الانبوت واللي كانت جاهزه معانا عشان السيستم الماشين انبوت اهي، ونقول له ديبلوي عليها، يطلب مننا النيم والكلام ده، نقول له عايزين الديبلوي. هنا طلب مننا النيم بتاع الديبلويمنت، نقول له اي بي اكس اكشن، نيجي هنا رقم 2 يقول لي الانبوت ظهر اهو تاني، يقول لي حط النيم اللي انت عايزه يا باشا عشان اقدر انه يتنفذ بما بناء على رغبتك. طيب يا شباب هو بدا بينفذ، نقول له ديبلوي، طبعا هو هياخد شويه وقت هنا بيتنفذ، بس ده المكان يا شباب المفترض اليوزر يحط فيه النيم زي ما كنا قايلين كده في الديبلويمنت بتاعنا في الانبوت. طب اثناء ما بيعمل ديبلويمنت خلينا نروح لحاجه بقى، لو نوريك موضوع الكاستم نيم ده لو انا عايز اشوفه انا هل اقدر اجبر الدنيا على تكون كاستم نيم معين. فمثلا لو رحنا الانجينير هنا هنلاقي في البروفيجننج حاطين كاستم نيم معين بحيث ان يجبر اي نيم عندنا، لو ما اتحطتش نيم في اوتوميتد نيم ويتحط فيه النيم اهو تكون فيه اوتوميتد، التمبر ده هيكون ايه كاستم نيم اوتوميتد عندي، لو انا مش حاطه هيبقى هو ده النيم عندي، او لازم هيكبر يكون النيم بتاعي واحط الكود هنا ما بين القوسين هنا بقيه النيم اللي انت عايزه، بس لازم يكون احدد فيه ان ده خاص بالبروجكت بتاع الانجينيري. طيب هل دي كل الطرق؟ طب لو انا ما حطيتش حاجه هنا خالص انا هينفع عندي حاجه زي كده؟ ايوه عندك الفاينانشال هي، وان انا عامل في البروفيشننج، واحنا على فكره واخدين البروجكت بتاعنا جوه البروفيشننج هنا، ان انا ايه اقول له ما تحطش النيم خالص وعامل الكاستم هوست نيم فاضيه زي ما انتم شايفين. طيب لو انا عندي تعارض يا شباب، عندي الاي بي اكس اكشن عايز ينفذ كاستم نيم معين، وعندي البروجكت هنا عنده نيم اوريدي، مين اللي يعمل اوفر رايد على مين؟ لا اللي هو الكاستم هوست اللي جاي من الاي بي اكس اكشن هيعمل اوفر رايد على النيم بتاع البروجكت ويلغيه ويعمل النيم بتاعه هو المظبوط. نرجع للديزاين بتاعنا ونشوف الدنيا عملت ايه. طيب يا شباب اثناء الديبلويمنت بتاعنا ظاهر اهوت، قال لي لو سمحت انا مش هقدر اعمل واحده جديده لان الاي بي اكس اكشن القديم عندك موجود اوريدي اكزيست، فمش هنعرف نعمل اوفر رايد، لكن ده يثبت ان العمليه تمت، يعني ان هو الديبلويمنت تم، وبناء على النيم بتاعه بدل ما يطلع النيم الديفولت طالع معايا طالع الاي بي اكس النيم اهوت على دي النيم اللي جالي من الاي بي اكس اكشن بالنسبه لي، والعمليه تمت مظبوط، لكن هو بس ما قدرش عشان فيه كونفليكت في النيم، وهنا برضو قال ان هو ايه ان هو فيلد اهوت، لكن النيم بتاعنا هيكون مظبوط لو كاستم وصل من الاي بي اكس، لكن هو قال لي فيلد معلش لان عندك نفس النيم ده موجود قبل كده، و لكن الكلاود ماشين 1 كانت ايه كان لوكيتد كان هيبقى النيم بتاعها بالشكل ده. نروح بتاعنا الاي بي اكس اكشن بتاعنا اهوت الرنز اهوت موجود عنده اللي لسه عاملينه التاريخ النهارده لسه حالا وحالا نفتحه ونشوف هنا الكلاود اللي هو تمت اهيت عمل تم عليه الموضوع جوه بروجكت ايه اللي هو الفاينانشال زي ما اخترنا، والوقت بتاعه والايفنت واللي حصل فيه بالظبط واليوزر اللي عمله، وان هي اختارت اون بريم مش على اجور ولا اي دبليو زي ما قلنا. طيب يا شباب نقرا مع بعض الديتيلز بتاعتنا، كل الديتيلز دي نقدر نجيبها اللي يجي لنا من السيرفيس بروكر زي ما انتم شايفين النيم والزون اي دي، دي كل المعلومات اللي بتجي لي اقدر استخدمها في السيرفيس بروكر والتوكن اي دي والكلام ده. انا اللي يفرق معايا جدا هل هو استخدم في الاوتبوت بالنسبه لي السورس نيم اللي انا اديته له او الريسورس نيم اللي اديته له، ايوه الاوتبوت ريسورس نيمز ايه بقى كاستم هوست نيم ايبكس، فكده اتنفذت العمليه بتاعتك بنجاح. نقدر نشوف هنا اللوج، جوه اللوجز بيقول لك سيتنج ذا ماشين نيم فروم كذا لكذا وغير النيم اهوت بناء على رغبتك، وطبعا هو جايب لك النيمين الاثنين مظبوطين، يعني كان مفترض يجيب لك النيم بتاع اللي هو جنريتد من الاوتوميشن نفسه، بس بما ان احنا عملناها مرتين قبل كده عشان كده جايب النيمين نفسهم، لكن احنا كده شفنا العمليه بتتم ازاي يا شباب، وحلينا موضوع النيم وجبرناه نعمل ايه بالاكشن رانز، ونقدر بعد كده الاكشن ده يا شباب نحط بقى اي حاجه من اللي احنا عايزين نعملها سواء بقى اكتف دايركتري سواء مثلا نعمله على باك اب او اي اكسترنال ثيرد بارتي تاني بحيث ان هو ينفذ لنا الاوامر اللي احنا عايزينها. ننظف بقى الدنيا ونكمل لكم ان شاء الله في المره الجايه، اتمنى لك التوفيق دايما، واتمنى تشوفوا المحتوى ده مع الشباب زميلكم الشباب عشان يوصل المحتوى لاكبر عدد ممكن من الشباب العربي اللي يدور على حاجه من المحتوى العربي. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.